طالبات معهد الخنساء يقفن أمام مبنى السلطة المحلية بتعز بعد أن ضاق بهم الحال في مبنى كل عام يزداد إيجاره الضعف، يطالبون بتوفير مبنى حكومي كبقية المعاهد المهنية. أول نقطة بند الإيجار، بند الإيجار غير معتمد من موازنة التشغيل للمعهد 200,000 فقط، بقية مبلغ الإيجار 250 قرار مناقلة من مديرية إلى مديرية ومن محافظة إلى مديرية، يعني ما نخرج الإيجار إلا بمعاناة. هذا نقطة مهمة. النقطة الثانية أنه بند الإنارة غير معتمد برضو من موازنة التشغيلية، فعشان نوفر الكهرباء ونسدد فواتير الكهرباء معاناة شديدة. نجي للنقطة الثالثة، نزوح الكادر التعليمي. نزوح الكادر التعليمي اضطرنا إلى التعاقد أكثر من مدرس، مما يسبب عرقلة في الموازنة التشغيلية للمعهد. معهد الخنساء معهد مهني مخصص للفتيات، أنشئ بالسبعينات ولا زال يتنقل من مكان إلى آخر، يثقل كاهلهم الإيجارات والتنقلات وعدم الاستقرار، رغم أنه المعهد الوحيد للفتيات، ولأنه مهني يحتاج للمعامل وأجهزة الكمبيوتر ومكان الخياطة وغيره من المعدات حتى تكتسب المهارات وتصبح مخرجاته بحسب متطلبات سوق العمل. صاحب المبنى كل شوية ويجي يعني يهدد نحنا يقفله، يعني حتى وقت الاختبارات شتتوا نحنا، عملنا وقفة احتجاجية ولا حد ولا كأنه في شيء، يعني تحس إن معهد الخنساء مظلوم على باقي المعاهد، رغم إنه في بو أحسن تعليم وأحسن كادر، مدرسات متعاونات، مديرة متعاونة، كل شيء في بو حلو، بس ما فيش يعني دعم له صراحة. التدريس حلو مع حقهم الحواسيب، يعني يوفروا لنا كل المتطلبات، والمدرسين برضه يوصلوا المعلومات. بعدين العامل الأقوى من عند المدرسين، لو نشوفهم يجيبوا معلومات أكثر نحن نستفيد أكثر. أكثر من 300 طالبة و67 كادرا ذو كفاءة عالية و27 متعاقدا، كلهم متحمسون للتعليم وإيصال المعلومات والتدريب والتأهيل للطالبات. ورغم ذلك تقف غياب المعدات والمنغصات حاجزا بينهم وبين صناعة مخرجات تفيد البلد المحتاج للمهن الوسطى التي انطلقت بالكثير من الأمم إلى طرق الازدهار والنجاح.